مرحبا بكم، معكم رضوان من قناة يعود وذرات. اليوم رح نقول مقدمة العقد للمطرب محمد عبده بناء على طلب أحد متابعيني. تابعوني. الأغنية من على مقام بياتي إلمي، رح نشوف المقدمة. نحن بياتي إلمي أول شيء نتذكره في عنا فا نص ديز، بنبتدي من المي. مي فا صول لا سي دو ري مي. الإيقاع هو إيقاع عربي رباعي. شوف المقدمة ببطء. مي 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 ري مي 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 ري 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 فا صول مي تو ثري مي فا ري فا مي صو فا لا صو فا مي فا ري مي دو ري سي دو لا دو سي ري دو مي ري مي مي ري دو ري دو سي 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 سي. هذا الجزء وقفنا عند السي وعملنا فا طبيعية وكأنه عم نقول كرد، وعملنا اللي هي تفتي في العلامات السريعة اللي هي ميري دو ري دو، وقلبنا الإيقاع بالبداية اللي هو إيقاع العربي اللي هو دم تي دم تي تا 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 بهالشكل. هذا إيقاع العربي دم تي دم تي تا تا. وعملنا المي اللي هي بالميزورة الثالثة مي تو ثري. في طلاب بيطلبوا مني الأحرف للأغنية أو للمقدمة الموسيقية بدون ما يدركوا أنه كل حرف موسيقي له زمن، مثل هون عنا زمن طويل للمي، فلا تتشابه هون الأحرف بأزمنتها، كل حرف له زمن مختلف. فأنا دائما بنصح بالنوطة الأكاديمية، ممكن نكتب أسامي الأحرف تحتها. بعدين بيجي عنا هون سولو للكيبورد. لا سي دو سي لا سي صول لا فا صول لا سي لا صو فا مي ري. هون بوقف على الري كأنه عم بقول رست ري. منتابع ري 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 دو ري مي دو 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 صو دو مي ري 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 دو ري مي دو مي ري فا مي صو فا مي ري دو سي دو لا سي سي لا صو لا صو فا صو فا مي فا مي. هون وصلنا لعند الفا جواب والصول اللي هي الفا طبيعية، ورجعنا بالتفتي في اللي هي سي لا صول لا صول فا فا نص ديز صو فا مي فا مي. بيجي الكيبورد مي فا صول لا سي صول لا فا صول لا سي لا صو فا صو مي دو 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 صو دو مي ري فا مي ري دو سي لا سي سي لا سي ري دو مي ري. إذن هون عنا دو دو، ممكن نعزفها دو 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 لسهولة العزف، أو دو دو صو دو مي ري فا مي سوداء منقوطة، بعدين ري دو سي لا سي سي لا سي ري دو مي ري. ممكن نقول عنا مي ري أو مي ري فا صول لا سي دو. رقم واحد يعني منعيد فا صول لا سي دو 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 أو فا صول لا سي دو دو صو دو مي ري فا مي ري دو سي لا سي سي لا سي ري دو مي ري. وقفنا على الري هون سوداء منقوطة فا صول لا 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 ري دو سي لا صول سي لا دو سي لا صو فا لا صول سي لا صو فا مي صو فا لا صو فا مي ري فا مي 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 ري مي فا مي ري دو سي. هلا هون نحن استخدمنا تفاتيفي وقفنا على العلامة اللي هي السوداء، مثل ورجعنا بالسكيل يعني اللي هو ري دو سي لا صول أو دو سي لا صو فا أو سي لا صو فا مي أو لا صو فا مي ري. إذا هي بالنسبة للتدريب عليها بدنا نتدرب عليه اللي هي تفاتيفي تا. بعدين بيرجع لعند السي وبيعمل دو نص ديز اللي هي ري مي فا مي ري دو سي، بيتابع فا صول لا 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 ري دو سي لا صول سي لا دو سي لا صول فا لا صول سي لا صول فا مي صول فا لا صول فا مي ري فا مي 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 لا مي مي لا صول فا مي ري فا مي مي لا مي مي لا صول فا مي ري فا مي. بعدين بفوت بالغناء. هي بالنسبة لشرح مبسط لمقدمة العقد للمطرب محمد عبده من ألحان عمر كدرس على مقام بياتي المي إيقاع عربي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك
والشير وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. بالنسبة إلى الموقع حابب نوه عنه، موقع learnoudonline.ca حاليا الموقع مجانا، ممكن تفوتوا تتعلموا النوتة الموسيقية وكل الأزمنة الموسيقية والإيقاعات والمقامات، وتتابعوني بأي أغنية أو أي مقطوعة موسيقية أنا راح أعزفها، راح يكون الموضوع أسهل بالنسبة لكم بكثير. وبالنسبة لأي فيديو لشرح أي أغنية أو أي قطعة موسيقية ممكن تتواصلوا معي على رقم التليفون أو على الإيميل، سواء واتساب ولا تيليجرام أو إيميل، ليوصلكم أي شرح طبعا بأجر مادي. حابين تاخذوا أي أغنية أو أي قطعة موسيقية تواصلوا معي على الإيميل أو على رقم التليفون. شكرا للمتابعة.